الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تعليم الرسم 3D. إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة تركيب اللون الوردي من الألوان الأساسية. طبعا اللون الأحمر ده من الألوان الأساسية زي ما حكم شايفين، ده بلاستيك يا جماعة، مط. طبعا الطريقة مناسبة لجميع أنواع البلاستيك، نصف ناعم وربع ناعم النكهات. طبعا ده اللون الأحمر. قبل ما نستخدمه لازم نرج العلبة جدا، وفي معلومة مهمة جدا لازم نقولها وقلتها في كل الفيديوهات وبقولها في كل فيديو، لازم نضيف على اللون الألوان ديت نسبة قليلة جدا من الماء عشان يحصل عليهم امتزاج والألوان كلها بترسب بينها يا جماعة. ده لون جي ال سي، وممكن في ألوان دي موجودة في السوق، متوفرة في السوق، وفي سكيب. تمام هنبدأ نرج العلبة كويس جدا ونضع نسبة قليلة جدا من اللون الأحمر. هنعمل درجات اللون الوردي مع بعضنا واحدة واحدة ودرجة درجة. نضع نسبة قليلة جدا من اللون الأحمر، نقلب كويس جدا عشان يحصل عملية امتزاج. دي من درجات اللون الوردي يا حضرات، هنعمل درجة درجة مع بعضنا واحدة واحدة، بس أهم حاجة تقليب كويس جدا عشان يحصل عملية امتزاج. هنضيف نسبة قليلة جدا من اللون الأحمر، هنعمل درجة درجة مع بعضنا واحدة واحدة. زي ما حضراتكم شايفين أهم حاجة التقليب كويس جدا يا حضرات عشان يحصل عملية امتزاج. زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات، نعمل مع بعضنا واحدة واحدة ودرجة درجة. درجة اللون الوردي دي من الألوان الأساسية. طبعا ألوان البلاستيك تقيل وخامة أهو زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات، اللون جميل جدا. كل ما تضاعف الكمية من اللون الأحمر يديك اللون الوردي حسب الدرجة اللي انت عايزها. تمام، مع بعضنا واحدة واحدة خطوة خطوة. بس بالله عليكم ما تنسوش تعملنا باللايك والشير واشتراك في القناة، وفي أي حد عايز أي درجة لون ما ينساش يكتب لنا في التعليقات. تمام، هنضيف نسبة قليلة جدا برضك من اللون الأحمر مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة زي ما حضراتكم شايفين. أهم حاجة التقليب باستمرار يا حضرات عشان يحصل عملية امتزاج ويديك درجة اللون اللي انت ايه اللي انت عايزه المطلوب. تمام، أهم حاجة التقليب كويس جدا عشان يحصل عملية امتزاج. اللون جميل، بسم الله ما شاء الله جميل. شايفين يا حضرات، طبعا دي درجة من درجات اللون الروز الوردي. هنضيف نسبة قليلة جدا من اللون أحمر، زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات. كل طبعا ما تزود في اللون، اللون بيغمق اهوت، لون الورد الجميل. طريقة جميلة جدا، طبعا مناسبة لجميع انواع البلاستيك، النصف لما ربع لما النكهات. لو في اي حد عايز اي درجة لون ما ينساش يكتب لنا في التعليقات زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله انا عامل سلسلة تدريب الالوان هسيبها لكم في صندوق الوصف، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. هنضيف برضك نسبة كلنا جدا من اللون الاحمر زي ما حضراتكم شايفين. كل ما تزود في الكمية في اللون الاحمر يديك الدرجة اغمق من اللون الوردي زي ما حضراتكم شايفين. أهم حاجة تقليب كويس جدا عشان يحصل عملية امتزاج يا حضرات. بس بالله عليكم ما تنسوش تعملنا باللايك والشير واشتراك في القناة. كل ما تزود اللون بيغمق. زي ما حضراتكم شايفين. ده لون برضك وردي جميل، كل ما تضاعف تزود الكمية هديك لون أغمق زي ما حضراتكم شايفين. مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة زي ما حضراتكم شايفين.
فندق جميل جدا. عايز نزود الدرجة تاني، اللون الأحمر تدلق لون أحمر تاني يا حضرات، زي ما حضراتكم شايفين اهوت، زي ما حضراتكم شايفين دي درجات اللون الوردي الجميلة من الألوان الأساسية. حضراتكم شايفين اهم حاجة التقليب كويس جدا يا حضرات عشان يحصل على عملية امتزاج ويديك درجة اللون المطلوبة منك. جميلة جدا اهيت زي ما حضراتكم شايفين، ما تيأس، اهم حاجة التقليب كويس جدا باستمرار عشان يحصل عملية امتزاج. تمام، بعدين واحدة واحدة وخطوة خطوة اهيت، نمشي مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة اهيت. دي درجة جميلة جدا اهيت، جميل. كل ما تضاعف تزود الكمية هديك لون اغمق، زي ما حضراتكم شايفين مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة زي ما حضراتكم شايفين، اللون جميل جدا. عايز تزود الدرجة تاني، اللون الاحمر تدلق لون احمر تاني يا حضرات، زي ما حضراتكم شايفين اهوت. طبعا البلاستيك خام من غير ما زودته ميه ولا اي حاجه زي ما حضراتكم شايفين اهوت. اهم حاجه التقليب كويس جدا عشان الالوان بتبقى ايه متركزه في الجوانب عشان يحصل عمليه امتزاج زي ما حضراتكم شايفين. دي درجات اللون الوردي الجميله من الالوان الاساسيه. حضراتكم شايفين اهم حاجة التقليب كويس جدا يا حضرات عشان يحصل على عملية امتزاج ويديك درجة اللون المطلوبة منك. جميلة جدا اهيت زي ما حضراتكم شايفين، ما تيأس، اهم حاجة التقليب كويس جدا باستمرار عشان يحصل عملية امتزاج. تمام، بعدين واحدة واحدة وخطوة خطوة اهيت، نمشي مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة اهيت. دي درجة جميلة جدا اهيت، زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات اللون الوردي الجميل السريع اهوت. قبل ما ننهي الفيديو ان شاء الله، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، ولو في اي حد عايز اي درجة لون معينة ما ينساش يكتبنا في التعليقات. لو عايز تغمق تاني تحط لون احمر. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد ان شاء الله.